حالة من الحزن الشديد والذهول سادت أوساط عائلة الضحية بعد تلقيهم خبر وفاة ابنها جلال الدين أسباع البالغ من العمر 30 سنة، الذي لما يمضي على سفره إلى ديار الغربة والالتحاق بأبيه وإخوته أزيد من عام. تفاصيل مع عمر عمري. قتل وهو في أمن وأمان. إن هذا العمل أيها الإخوة عمل إرهابي جبان. وربي يرحمه إن شاء الله، ونشكر الدولة ونشكر الصحفيين، وبارك الله في الناس اللي تلمت هنا. احنا يا ماذا بينا دائما تكون الدولة مع أولادها وتكون مع مواليها. احنا يا هذا مات في الغربة وضرنا الموت نتاعو وما عرفنا، مات في خطأ، راهو مات في خطأ. احنا يا بدا وقفت السلطات ووقفت مواليه وروحنا، رانا عندنا رحمة.